تلعب على كم النهارده؟ على 50. وانا ال 50 بتاعتي. لعب على النهارده يا رجاله. انت جرانا محمود. 50 و50 مش وحشه برضه ال 100. معاك كم ورق؟ نص واحد يا حماد. اقلب ورقك وكده انا ضمنت. وكده راح. ايدك على الرهان يا محمود. تعيش وتاخد غيرها. استاذنك انا بقى عشان انا مش فاضي. خلي بالك يا صاحبي، كده خسران في يومين 400 جنيه ولازم ترجع حق. ارجع حق ايه؟ هو انا اجيب منها؟ يا عم ربنا يخلي لك ابوك، راحت مني. طب ما انا كنت واخد منه دوق، وكنت واخد اللي انا خسرته من امبارح، كده كتير. طيب ما انت ممكن تاخد منه من غير ما تقول له. اخد منه من غير ما اقول له؟ دي صعبه دي. اسهلها لك. يا رب. بسم الله. ايوه يا ابن رشي، خلي ربنا يرزقنا. حاضر يا حاج. يا ابن حرام عليك، انت لو تخرب بيتي احنا نلاقي منك ولا نلاقي من الشغل ولا من الغلا اللي احنا فيه. انا اسف يا حاج، والله وقعت مني غصب عني. انا اسف حقك علي. اصرفها منين اسف دي؟ كده كده الحال واقف. يلا اجازه النهارده يا حاج. انا ما عملتش حاجه، ده وقعت مني والله غصب عني. اجازه اجازه، ربنا يرزق. ارزقنا يا رب. يا حاج. يا طاف، جاي منها؟ انت مع اصحاب؟ طب الحمد لله ان انت جاي. خلي بالك من المحل قبل ما اشوف عمك ابو احمد وجاي. ماشي. عندك ابو حبيبي يا سلام. بقول لك ايه؟ اتفضل يا حاج. خد حط لي على التليفون ده ب 10 جنيه رصيد بالله عليك. فلوس ولا صافي يا حاج؟ لا لا، فلوس فلوس. قبل ما اشوف الراجل ده وجاي. طلعت كام راس الاسبوع ده يا حاج محمد؟ والله ما طلعت غير اربعه بس. على الله يا مسهل يا رب. ربك كريم. ربنا يصلح الحال. ربك كريم. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كده علفت البهايم كلها يا حاج، وجبت لك التبنه بتاع بكره. طب انت ما قلتش بقى ال 2000 جنيه بقى حساب العلف للراجل ليه؟ لا هو ده، انا والله كنت جايبهم معايا يا حاج ونسيتهم في الدكان عندي. نسيتهم؟ هو ده شغل؟ احنا هنهزر ولا ايه؟ حقك عليا يا حاج. خلاص انا هرن على الولايه تبعت لي اي حد بيهم. طب يلا انجز انجز، روح وديهم بسرعه عشان تتصل عليا مرتين. حاضر تحت امرك يا حاج. حاضر حاضر. انا مش عارف والله، هو ده شغل يا وليه؟ ازاي بس؟ ده انا حاطط ال 2000 جنيه بايدي في البترين. دوري بس كويس، والله ما حد دخل المحل. انا كنت قاعد وسبت الواد طفطف هناك وجيت ماشي. ما تشوفه بسرعه، يلا هتخرب وبتر من العيش اسده. سلام سلام يا رب. يا حاج ده انا شغال معاك بقالي كتير، عمرك شفت مني خيانه؟ بصراحه ما شفتش، بس في الايام اللي احنا فيها دي الجعان ياكل اي حد. انت يالا شغل اللوعه ده ما بحبوش. ادام انت بريء امضينا على وصل الامانه دي لحد ما نشوف هتجيب الفلوس دي ايه. وانا هلعب على دور. غبي يا عم، قلت لك ما تتسرعش يا عم. انت سابق، انا مش عايز اعرضك تاني.